السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، القناه مهتمه باخبار العملات الرقميه. بالفيديو اصدقائي راح نتكلم عن اقتراح من مطوري عمله تيرا لونا كلاسيك وفريق شبكه تيرا لونا كلاسيك على رفع سعر عمله اليو اس دي سي او بما يعرف باليو اس تي كلاسيك الى منطقه الواحد دولار مره اخرى، ويرجع يتم رفض اليو اس تي كلاسيك بالدولار مره اخرى، وترجع عمله اليو اس تي كلاسيك دولار مستقر خاص بعمله تيرا لونا كلاسيك بعد ان تولى المجتمع مسؤوليه شبكه تيرا لونا كلاسيك وعمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا في الفتره الاخيره اصدقائي، من تقريبا اسبوع، تم طرح اقتراح رقم 11548، ومفاد هذا المقترح هو إعادة ربط اليو اس تي سي كلاسيك أو اليو اس تي كلاسيك مرة أخرى في الدولار الأمريكي، طبعا ويتم إنهاء ومعالجة دوامة الموت اللي هي كل ما تم تخزين من عملة اليو اس تي كلاسيك يتم تعديل من عملة تيرا لونا كلاسيك. راح يحلوا مشكلة دوامة الموت، راح يصير عملة اليو اس تي كلاسيك مرة تانية بسعر الواحد دولار. شو نتائج هذا التصويت؟ إلى حد الآن تقريبا 90% من المصوتين صوتوا بالموافقة، و10% فقط رفضوا اقتراح رفع اليو اس تي كلاسيك إلى سعر الواحد دولار. شو صار حاليا؟ اليو اس تي كلاسيك صاروا تقريبا سنت و30 جزء من السنت. إذا قمت بتخزين حاليا 1000 دولار إلى السعر الحالي وتم رفع سعر اليو اس تي كلاسيك إلى الواحد دولار، فأنت تتكلم عن 100 ضعف، يعني ال1000 دولار تصير 100,000 دولار. وطبعا تقدر تخزن مبالغ بسيطة، مبالغ لست بحاجة لها، يعني إذا بتخزن 100 دولار أو 5% من رأس المال ما بتأثر عليك في حال انهيار عملة تيرا كلاسيك أو اليو اس تي كلاسيك. وأساسا سعر العملة منهار لمنطقة الواحد سنت، فما متوقع يصير انخفاض أكثر من هذا السعر. التخزين حاليا من اليو اس تي كلاسيك مع مراعاة رفع السعر إلى الواحد دولار، فأنت تتكلم عن مربح بيوصل إلى 100x. يرجى مراعاة أصدقائي عدم الشراء بأكثر من 5% من رأس المال وتخزين بأجزاء بسيطة فقط. حاليا اليو اس تي كلاسيك أصدقائي إذا ارتفع ممكن يرتفع للقمة القصوى له، وهي منطقة 10 سنت، يعني ارتفاع بنسبة 10x، يعني 1000 دولار تربح 10,000 دولار. أصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.